عملت لك شاي بابا. ليك أنا مقدر قديش قلبك عم يتوجع هلأ، بس إذا حابب تشاركني هالوجع أنا بسمعك، يعني رح أسمعك بدون ما أحكم ولا حتى أعصب عليك هيك. طيب معناتها بس تكون حابب تحكي معي نحكي شو بدك. ليك أنت أكلت شي؟ جيب لك شي تاكله؟ حضر لك شي شغلة مشتهية؟ طيب معناتها رح أتركك لحالك، أنا رح فوت لجوا، إذا بدك شي ناديلي. عندي طلب بدي إياه منك. طلب شو بدك؟ ممكن تلاقي قاتل جمرة؟ مثل ما ساعدت هداك ابنك فيك تساعدني إلي كمان ما هيك؟
الأعزاء طلاب مدرسة ياكزوغلو وأصدقائي المعلمين والعاملين، اليوم نحن كرمال رفيقة غالية علينا كتير وكانت فرد من عائلتنا الكبيرة، نحن هون لنحيي ذكرى جمرة. دايا بارك لو سمحت. ثواني كنان بيك. بارك بس جمرة، هي اللحظات ما كانت تحبها أبدا. بارك لو سمحت. اسمعوني، الدموع الكذابة والمنافقة والآهات والندب، إذا كان فعلا عن جد هي عم تشوفنا هلا بتكون عم تضحك. هي أول حب بحياتي كلها، الأول والأخير. اللي صار بهداك اليوم، في حدا أخذ مني جمرة، واحد من الموجودين. ممكن أنت، وممكن أنت، أو ممكن يكون حدا من يلي عادده رفقاتها، من يلي عاشروها وحبوها. لا تطلعوا هيك وكأنه استغربتوا. القاتل أكيد واحد من بيناتكم، كلكن، انتو الكل بالنسبة إلي شخص مشبوه. وأنا ما رح أعلن الحرب، بس بتمنى تشفقوا على حالتي. أنا واقف عم اتطلع بعيونكن واحد واحد وعم قول القاتل أكيد هون بيناتنا، وأكيد أنا رح لاقيه، ولوقت ما لاقيه ومين ما كان يكون رح يكون آخر صوت رح يسمعه وقتها هو صوت نفسي أنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.